يقول هذا الشاب: لقد من الله علي وهداني بعد أن لم يكن بيني وبين النار إلا ذراع أو أقرب. ويحلف من حدث بهذه القصة، يقول: أقسم بالله أنني سمعتها من صاحبها هو التي حصلت له يحدثني بها، لم يحدث أحد غيري. يقول: نحن ثلاثة أصدقاء، وكان صاحبي يسافران إلى الدول المجاورة لشرب الخمور والزنا والفواحش لهو ومنكرات وسهر وعربدة، كأن الله لا يعبد إلا هنا. يقول: وفي سفرة من السفرات ألح علي صاحبي: تعال معنا، تعال انظر إلى الدنيا، والله ستجد اللذة والسرور، رقص وفواحش وزنا وخمور. وأقنعاني بالفكرة. يقول: وأراد في هذه السفرة أن يذهب بالسيارة، فالدولة قريبة مجاورة، حتى تكون المتعة أكثر ينتقلون من مكان إلى مكان بالسيارة. يقول: وسرنا بهذه السيارة، وكان صاحباي في الأمام، وكنت أركب في الخلف في السيارة. يقول: ولما اقتربنا من هذه البلدة لم يبقى إلا ساعات، أخذتني غفوة فنمت. يقول: فاستيقظت وإذ بي أرى اللوحة التي على الطريق مكتوب عليها 150 كيلو على جهنم. قلت: يا الله، ارتعت قفزت: يا صاحباي، ما رأيتم اللوحة؟ قالوا: ما رأيت. قال: مكتوب 150 كيلو على جهنم. قال: أنت تعبان تعبان، اركض اركض، أنت ما تدري، نم نم. يقول: فأخذتني غفوة، ثم بعد قرابة 50 كيلو استيقظت وإذ بي أرى اللوحة 100 كيلو على جهنم. قلت: يا الله، ما ترون 100 كيلو على جهنم؟ والله لا أسافر معكم، أنزلوني أنزلوني. يراها بأم عينه. فنزل في الطريق، واستمر الصاحبان في طريقهم. يقول: بدأت أنظر، أنتظر سيارة تمر فأركب معها. انذار انذار له، يريد الله أن ينقذه. وأما ذاك الصاحبان فاستمر في الطريق. يقول: وبعد لحظات إذ بسيارة شاحنة كبيرة مقبلة من الجهة التي سافر إليها صاحبه، فأوقفته لكي أركب معه. ركبت معه وهو يحوطل ويسترجع. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: ما بك؟ قال: رأيت في الطريق شابان انقلبت بهما السيارة واندلعت النيران بهما فأحرقتهما. قلت: ما لون السيارة وما وصفتها؟ فوصف لي السيارة، فإذا هي والله الذي لا إله غيره سيارة صاحباي. احترق احترق. ويحذركم الله يا أهل المنكرات، يا من يسافرون إلى الدول المجاورة للخمور والفواحش، رأى النار، رأى اللوحة مكتوب فيها واحترق صاحباه. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. حرقهم الله في الدنيا قبل الآخرة، فماذا سيقولان هناك؟ ويحذركم الله نفسه.